يجلس العم سلمان تحت هذا المجسر ليحمي بضاعته من حرارة الشمس. رجل بعمر 70 همه إطعام عائلته وزوجته المقعدة. يراقب الطريق الذي سلكه ابنه الأكبر قبل 4 سنوات ولم يعد إليه حتى يومنا هذا. والد التشريني المتظاهر المفقود لم يفقد الأمل بعد، كونه لا يعرف إن كان ابنه حيا يرزق أم أصبحت رفاته رمادا. المظاهرة طلع ساعة 8 انخطب بالمظاهرات من هنا يم بيت المحافظ اسمه عباس نعم سلمان. اليوم صار له 4 سنوات وشهرين راجعت على حقوق ما حد يطاني، ولحد الآن خمينا السجون كلها ما ندله وين مسجون ما ندله، عرفت؟ رحت الأمن العام البغداد اعطونا أوراق وجبت للمحافظة هنا وما سووا لي نتيجة. اليوم 4 سنوات ما ندري ميت عديل ما ندري بي وين. لم يترك الأب بابا حتى طرقه بحثا عن ولده الذي خرج للمشاركة في ثورة تشرين ولم يعد بعدها، تاركا خلفه أبا كبيرا وأما مريضة وشقيقات يذرفن الدموع مع الحسرات على اختفائه طيلة هذه السنوات. لينهي الأب حديثه بطلب المساعدة من المعنيين بالأمر علهم ينهون سنوات الانتظار تلك بخبر يثلج القلوب. ولد ما عندي بس بنات، عرفت؟ وهاي حاير بعيشتي، يعني الدولة خد تذكرني خلي يخمون على ابني، أنا خميت كل المحافظات على ابني ما لقيته. عباس نعم سلمان سجون كلها خميتها، وأنا مريض نص آدمي شالين كله وفتحة بالقلب ذن عنده كله تقارير وما أقدر عندي نساية وين أروح؟ سووا لي شارة الله يخليكم. لم تكن حالة العم سلمان فريدة من نوعها، فهناك عشرات الحالات ما زالت أبوابها مصدة أمام ذويهم بانتظار ما يسر أفئدتهم. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.